هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من الجوال؟ لا، الحائض لا تقرأ القرآن إلا عند الحاجة، إذا خشيت أن تنسى القرآن، خشيت أن تنسى القرآن تقرأ، يجب بقاء القرآن في ذاكرتها وحفظها. نعم. عندما أو كذلك باح لها قراءة القرآن في الامتحان إذا خشيت أنها يحصل عليها رسوب في الامتحان ولم يسمح لها ترسب في القرآن، تقرأ بحاجة.